أنا جزء من فريق البحوث اللي بيقوم بإصدار القوائم اللي تصدر عن فرص الشرق الأوسط السنوية والشهرية. نحن بنقوم بصناعة كل القوائم اللي أنتم بتشوفوها كل شهر. قوائمنا متعددة ومتنوعة، بتغطي جميع المجالات الاقتصادية. هلا نحن عنا في بعض الايفنتس او بعض الفعاليات اللي نحن بنقوم فيها على بشكل سنوي، من ضمنها نحن الفوربس اندر 30 سمت، هي بالنسخه الثانيه لها. في عنا كمان النسخه الثانيه لقمه المراه اللي حتكون بالسعوديه ان شاء الله بشهر مارس. في عنا كمان الهيلث كير سمت او اللي هي قمه قاده القطاع الصحي، هي حتكون بعدين بالنص الثاني من العام. وفي عنا بعض كمان الايفنتس الجديده اللي حنطلقها هاي السنه ان شاء الله. بتقيم ازاي النسخه الحاليه؟ هلا نحن الحمد لله كل نسخه عم بتكون انجح من الثانيه، لانه طبعا نحن بنتعلم كل سنه وعم نشوف شو الاشياء لازم نضيفها. هاي السنه نحن عنا نجاح كثير مبهر، كمان هذا الشيء بسبب دعم البارتنرز او الشركاء كمان اللي معنا بهي النسخه. الكل مبسوط، الكل عم بيتعرف على سبيكرز وعم بيتعرف على متحدثين اكثر، وفي معلومات، في اشياء كثير جديده نحن اطلقناها هاي السنه. فانا دائما اكيد بقول انه هاي النسخه كثير انجح من السنوات السابقه.